النهارده محمد صلاح بعد المباراه تلقى نقد كثيرا، تلقى هجوم كبير من كثير من جماهير الكره المصريه تحديدا على السوشيال ميديا، وحملوه مسؤوليه الخساره اليوم. رايك ايه؟ يعني طبعا صعب جدا الكلام ده. محمد نجم كبير ودايما جماهير بتشيد بيه وبتحبه واحسن لعيب في العالم، والمباراه اللي فاتت بعد المباراه يعني كل الناس طلعت اشادت بمحمد صلاح. صحيح. ودوره في المباراه اللي فاتت اللي كانت في القاهره، كل الناس كانت شوف محمد صلاح روحه كانت عامله ازاي مع اللعيبه، كان بيدافع ازاي، كان بيرجع ازاي، كان لامم اللعيبه ازاي. صعب جدا 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 بعد 3 ايام علشان خسرنا المباراه نقول عكس الكلام اللي كنا بنقوله. ما ينفعش التقييم كل يوم. خلاص انا عندي لعيب وعندي قائد للمنتخب وعندي احسن لعيب في العالم، هو محطوط في البوزيشن ده وبيقدم معايا وهداف المنتخب وبيقدم معايا مباريات كبيره، ما ينفعش اقيمه كل مباراه. خلاص هو في حته يعني لما يكون مش موفق نقول مش موفق. وعادي بتحصل مع كل الناس. النهارده ما كانش موفق بنسبه 100%، ما كانش موفق يعني، لا ما كانش موفق وضيع ضربه جزاء. ونجوم العالم كلهم بيضيعوا ضربات جزاء طبعا. ولكن ما ينفعش اهد كل اللي فات. حاجه بقيمه محمد صلاح كلنا بنفتخر بيه، ما ينفعش يعني احمله هو لوحده المسؤوليه الكامله عن المباراه وخروجنا من 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 كاس العالم. حلم كان نفسنا كلنا نكون موجودين، بس ما ينفعش محمد صلاح هو اللي يكون يعني اللي يشيل الليله زي ما بيقولوا يعني. صعب جدا جدا يعني. عاده يتحمل محمد صلاح في الفتره الاخيره اي خساره او نتيجه سلبيه للمنتخب، حتى في وقت الكابتن حسام بدر كابتن احمد لو هو مش موجود اصلا في المنتخب فهو ما جاش للمنتخب، فعشان كده احنا خسرنا. لو بيلعب يبقى هو اللي خسر، وعلى طول محمد صلاح يتحمل مسؤوليه. يعني برضو تاني طبيعي. على قدر قيمتك. صح. على قدر المحبه بيجي العتاب. طبعا. وانت يعني بتطلع اكتر لاعب بتطلع السما في حاله الانصراف برضه. شيء طبيعي، انت كبير وكبير قوي وبتنافس على احسن لاعب في العالم، فطبيعي ان الناس حاطه امال كبيره جدا جدا حتى للدقيقه الاخيره ان محمد صلاح اللي هيكسبني. صح. يعني حتى كل الناس في البيوت حاطه حلم لغايه ال 120 دقيقه هياخد واحده ويجي ان محمد صلاح هو اللي هيجيب. يعني الفكره دي طبيعيه جدا، وفي العالم كله ساديو ماني نفسه كده، لو كانت غلب كان الجمهور كله هيقلب عليه، لو ميسي. كسب طلع ميسي نفسه ياما تلام في الارجنتين، يعني كريستيانو التمثال اللي كسره يعني طبعا. قصه بص ده طبيعي في الكوره واحنا في الاخر بشر، لكن خلينا برضو محمد صلاح ولا هيتاثر. محمد صلاح واصل لمرحله ان بكره عنده حلم جديد وعنده طموح جديد. وتاني نقول للناس ان محمد صلاح من اكتر ان لم يكن اكتر لعيب في المنتخب كان عايز الوصول طبعا. لان دي هتخدمه هو شخصيا اذا كان بيدور على احسن لاعب في العالم، اذا كان بيدور على ايمج مختلف. محمد صلاح بيعدي كل الارقام، فبالتالي هو ابدا ابدا لن يتخاذل وابدا، لكن هو بشر لعيب كوره وحش وحش النهارده عايش بالظبط عادي مع لعيب كوره. ميسي بيبقى وحش، كريستيانو بيبقى وحش، ونجم من مارادونا كان ساعات بيبقى وحش. فشيء طبيعي. صحيح. لان في الاخر بشر. ممكن يكون خايف على رجله شويه، ممكن التحامات عنيفه، ممكن يكون مش في مستواه،